قد يقول قائل: ما الحكمة في خلق الشيطان؟ إن الله تبارك وتعالى أعطاه الفرصة الكاملة، له اختياره وله مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا، وكان مقربا مع الملائكة، فابتلاه الله رب العالمين لما خلق آدم وأمره بأن يسجد له، فامتنع عن السجود لآدم كبرا، فكانت معصيته من باب الكبر فأبلس فلم يتب عليه، وصار خالدا مخلدا في النار. آدم وقع في المعصية أيضا بالأكل من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منه، ولكن آدم أرجع الأمر لنفسه: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأرجع الأمر لنفسه وحمل على نفسه في مخالفة ربه، فذل لله رب العالمين وخشع، فغفر الله عز وجل له وتاب عليه واجتباه واصطفاه. وأما الآخر فأخذ يحتج على الله رب العالمين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا يجادل، يراجع الآمر، بل يرد الأمر على الآمر. وأما آدم عليه السلام فاعترف بهذا الذنب. خلق الشيطان ميز الصالحين من الطالحين، ميز أهل الجنة من أهل النار، لأن الله تبارك وتعالى بحكمته جعل الخلق المكلف على ثلاثة أنواع، فمنهم من لا يعصي الله تبارك وتعالى أبدا، وهم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشياطين لا يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا يؤمرون، بل يفعلون ما ينهون عنه. وجعل الإنسان وسطا بين الملائكة والشياطين، فإذا أطاع الله رب العالمين وتمسك بالمنهج صار مع أصحاب الأفق الوضيء، مع الملائكة. بل إن العلماء يقولون إن الأنبياء بمرتبتهم فوق الملائكة. وهنا مسألة يثيرها العلماء، يقولون إن الملائكة ليست عندهم شهوة ولا قدرة على المعصية أصلا، وأما الإنسان فآتاه الله ذلك وامتحنه، فهو يجاهد، فإذا جاهد فانتصر على نفسه وعلى شيطانه، يقولون يكون أعلى من الذي لم يؤت شهوة وليس عنده جهاد للرغبات التي حرم الله إنفاذها. فخلق الله الشيطان ليميز هذا الجنس الإنساني من صالح وطالح، ومن عاص وطائع، ومن بر وفاجر، ومن مؤمن وكافر. فكان في خلقه هذه الحكمة التي أراد الله رب العالمين خلق الإنسان لها، من أجل أن يبتلينا، لأن الله عز وجل عنده جنس لا يعصيه أبدا، والشياطين لا يطيعون الله رب العالمين وبه يكفرون. وأما الإنسان فصالح لهذا وهذا، وهديناه النجدين. فخلق الله تبارك وتعالى الإنسان صالحا لأن يأتي بالخير وأن يأتي بالشر، أن يؤمن وأن يكفر، أن يبر وأن يفجر، أن يصلح وأن يفسد. وجعل الشيطان له مزينا وقائدا إلى السوء، ولم يتركه الله، بل جعل في المقابل الأنبياء والمرسلين والكتب، فأنزل الكتب هداية ورحمة ونورا، وأرسل الأنبياء والمرسلين من أجل هداية الإنسان إلى طريق رب العالمين. ولكن هداية الرسل للإنسان هداية إرشاد ودلالة وتعليم، لا يستطيعون هداية القلوب، إنك لا تهدي من أحببت، فهذا منفي حتى عن رسول الله، وهو خير خلق الله، لا يهدي من أحب، كما وقع مع عمه أبي طالب، وكان أحرص ما يكون على أن يقول لا إله إلا الله، يقول يا عم وهو يموت: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقلها، ومات على أنه على دين عبد المطلب، فدخل النار، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا إلا الشفاعة الخاصة به،
وهي الشفاعة الوحيدة في كافر، وليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشفع في عمه فله نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا. فهداية القلوب لعلام الغيوب لا تهدي أحدا، وإنما ترشده، تعلمه، تبصره، توضح له. هذه هي الهداية التي أثبتها الله للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية، أثبتها من وجه ونفاها من وجه. فالإنسان يجتهد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في النظر في الكتاب العزيز، في تفهم المقاصد، لأنه مسؤول، مسؤوليته مباشرة. كل إنسان مسؤول عن نفسه ومكلف، والتكليف لا يكون إلا مع القدرة والاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فكلفك الله بما تستطيع، فإن عصيت فأنت الذي عصيت باختيارك وأنت مسؤول. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليتق الله كل منا وليراجع نفسه، وليعلم أنه مسؤول عن كل ما يخطر بقلبه من نية، وما يلفظ به لسانه من لفظ، وما تعمله جوارحه من عمل. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين.